الداوي، بدي منك شغلي. بدي تحكي مع مرتك وتفهمها انه توصلني لغضبان بأي تمن. بأي تمن يا هنداوي؟ تأمر معلم وجب. يا كايد السعد وين تاركنا ورايح، وتارك الهم بقلوبنا سايح وطايح. علي مين يا حيوان. يا شباب، أنا بيعز علي كتير مفارقتكم اليوم. أنتوا كلكم حبايبي، كلكم أهلي، كلكم ناسي. أنا بحبكم كلياتكم وما بقدر أفرق واحد عن التاني. أنا إلي ذكريات حلوة كتير معكم، كتير. والله ما بعرف هلا شو بدي ساوي. يا شباب، أنتوا عيني اليمين، أنتوا قلبي. يا حبايبي رح أشتاق لكم كتير. اسمع أنت وياه، بدي وصيكم وصية، وأي واحد بيخالف هالوصية صدقوني لحاله بيروح على المنفردة، ولا حدا يسألني كيف، لأنه أنتوا بتعرفوا كيف. وصيتي عنكم خفيف هو اللي رح يكون محلي. ايش عم بقول له؟ طعان سد حلقك لخلص كلامي. خفيف هو بمحلي، وكلمته كلمتي، وأوامره أوامري. وخلي فيكن واحد أبضاي يخالف خفيف. اللي بيخالف خفيف عيونه ببلبس له إياها، سمعانين؟ اللي بيخالف خفيف أقسم بالله لحتى يفوت على المنفردة مثل ما أنا حكيت. اسمع خفيف، أبا أي واحد بخالفك، أبا لا خفيف، أبا نحن ما بنذبح، أبا اللي بخالفك بتدعس على راسه، أبا وبتكسر له أسنانه، أبا سب حلقك خفيف. الله يعطيكم العافية. أنا ما بحب ودي حدا، لأنه أنا حنون ودمعتي سخية. لا تواخذوني، شوف وشكم بخير. الله معك يا أبو. الله معه، الله معه. السلام عليكم. السلام، الله معه. يلا شرب اللي يروح. الله معك يا أبو ضاي. الله معه. أبو أبو ايش بدك له؟ ايش في؟ خربوا شباب، هي واحد بده مترجم معه. اليوم بالليل أيسر، اليوم بالليل، ويمكن نبقى يومين. وليش تنبقى يومين؟ ما تخافي هيثم، رح ناخذ معنا أكل وشرب. بعدين الهفر أميق وما منقدر نهفر بالنهار. طب ليش بناخذ معنا صاحب الأرض؟
وما نقول انه ما نحفر بي. هيثم خبيبي زلمي مين وارز مين؟ هذه ارز املاك دولي هيثم. والله بهالحالي بدي اخذ معي شبابي. نحن جهزنا كدسي. انا ابروح بدون غضبة. اوكي خبيبي اوكي. خزي غزبانة. كالي ولك كالي. يس مستر. وصل الخواجة على الباب. اوكي هيثم. باي باي. الله معك. مشان الله بدي اياك تطولي بالك وتقوي حالك شوي. في صحيح المنظر شفنا شيء فظيع. بس الله يجيب العواقب سليمة. بس لازم تعرفي لو شو ما صار. نعم جنبك على طول. شوفي عن سمانية، أجوبتك لازم تكون دقيقة وواضحة، لأنه أي اسم بتلفظيه نحن ممكن نستدعي للتحقيق. وإذا ما جاوبتي بدقة دم رفيقتك رح يروح هدر. أول شيء ممكن أعرف ليش اخترتوني أنا؟ ليش اخترناكي أنت؟ رح أقول لك ليش. لأنه آخر 5 اتصالات لم يرد عليها كانوا من رقمك أنت على جوال المغدورة. مشان هيك نحن أخذنا إذن النيابة العامة مشان يعطونا الشركة اسمك وعنوانك. أوف ليش كل هيدا؟ ليش كل هاد؟ بتعرفي إذا ثبت على أي موظف بشركات الخليوي إنه أعطى أي معلومة مهما كانت عن أي مشترك بيتحول للتحقيق وللسجن؟ منيح طمنتوني. وهلأ أكيد ارتحتي وعرفتي شو المطلوب منك. أنسي رانيا السؤال الأول، احكي لي لشوف من إمتى بتعرفي المغدورة؟ أنا تعرفت عليها من شي سنة وإجت وقالت لي إنه بدي يعني فوت معها بشغل. أنا قلت لها بوقتها إنه أنا أبدي، بس هي ما كانت تقتنع وحاولت كتير فيني، بس أنا ما كان بدي لأنه مثل ما قلت لك أنا ما بيناسبني هذا الشو. بس بعدين بتذكر مرة أنه هي أصر المدير أني دقلها كتير، وأنا كنت عم دقلها دقلها ما يطلع، ما كانت ترد علي. وبعدها غضبان؟ لك يا حبيبي غضبان أنا ما شفته لسه غير مرة واحدة. هذا كايت طلع من السجن وما بدي إياه يأذيكي. اسمعي، يا بتدبري له المصاري يا بتعرفي على غضبان. لك يا حبيبي يا حبيبي أنا منين بدي أجيب له المصاري؟ ما أنت بتعرف شو تركت عندي. اسمعيني منيح، أنا شايل كم ليرة ليوم الحاجة. اسمعي سليمان، في رانيا بتهتم فيها كثير، ماشي؟ المهم دير بالك عليها، يلا. احترامي صار معني، احترامي، الله معك، الله معك. الحقيقة أنا بتشرف فيكي وبهنيكي كثير يا أنسة رانيا وبأمثالك. تسلم كلك ذوق، بس ليش ما تقلي هالحكي؟ المهم إنه وصلنا إنه زارتك آخر مرة المغدورة وحذرتك، بس ما قلتي لي من شو ومن مين؟ لك لا حول ولا قوة إلا بالله، ولك أنت منين جبتي رقمي؟ بعدين ما اتفقنا انه انا بدق لك؟ ايه والله والله ما قدرت اصبر ما اسمع صوتك، وبعدين قلت لك في مواضيع بدي احكيها معك ولو. لك مواضيع شو؟ وين بشوفك؟ وين بدك بشوفك؟ عمي هالغنيه ما عجبتني كلها، هيك بتوجع الظهر على القرفص والوقفي. لا هي بتحب انت كل مره يشيح واعياد يا زلمه. عمي ابدي بدي هي غنيه تكون رويقة، ياخ تكون شو رويقة مثل هالنهار الحلو. هاي تعطينا غنية رايقة يا ابو الروايق انت. غنية رويقة؟ ايه. حماتة تعالوا عدد على عدد على عدد جنو نطو 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 نطو
ما تخلينا نعمل دريك دريك دريك. ولك يا غشي يا غشي، بس هن ما يجنوا وينطوا، نحن شنينا شيء. لا نطينا شيء كمان. لا واذا شافونا قاعدين وهن ما يغنوا شنو ينطوا وشافونا قاعدين شو بدهم يقولوا عنا؟ شوف هالجواز مش قدن رايقين. معنا طريقين ولا مرايقين؟ رايقين ومراجعين. ونطينا نطينا نطينا. وانت شو رايك بهالحكي؟ رايي مبين رايي، هي وحده كذابه دائما كانت تغريني وتحاول تعمل علاقه معي، ولما انا كنت ارفض عملتها. وبرايك يعني العمله اللي عملتها انه هي ممكن تكون قتلت مياده مثلا؟ طبعا هي. وانت شو عرفك انه مياده انقتلت؟ نحن اساسا عم نحقق معك بموضوع الفساد تبعنا. وما تشرب شاي كمان، اطلب لك شي نفس ارجيلي كرمال تروق ولا دمك. ولا انت بتعرف مع مين عم تحكي؟ مع حرامي الطحين، مع حرامي لقمه الفقرة والمحتاجين. شو صاير فهمان؟ من يوم يومي فهمان. روح معلك عندي شغل. تعا رقم السياره معي، وانا هلق رايح على التموين وعلى الشرطه. بقى قعود وشراب الشاي بمزاجك. فهمت بقى ولا ما فهمت؟ جلال جلال، شو هالمصيبة؟ ليكون صادق بكلامه. أنا بعرفه بالشكل لأنه وقعت العقود عنده، بس ما في أي علاقة بتربطنا. بس الآن سيرانيا أكدت وجود العلاقة الحميمة بيناتكم. مين الآن سيرانيا؟ وكيف بتثبت إنه في علاقة بتربطني إذا أنا ما بعرفها؟ أنت شو علاقتك بميادة؟ يا سيادة المحقق، أنا تعبت، أنا رجل أعمال، مشان هيك بدي المحامي تبعي يحضر معي التحقيق. انت رهن اعتقال، وهذا الشيء ما بيسمح لا للمحامي ولا لغيره يحضر التحقيق. يعني التحقيق امني بحت. بس انا بريء من كل الاتهامات. واي اتهامات قصدك؟ فساد، رشوه، قتل. نحن اساسا ما جبنا سيره القتل نهائيا. انت متاكد انه ما في حدا بالبيت؟ لك عم أكد لك مليون بالمية إنه ما في حدا بالبيت، شو بدك تساوي؟ أنت خليك هون وعطيني إشارة إذا شفت أي حركة غريبة، ماشي؟ ولا يهمك. قايد؟ لا لا مو صحيح، هذا الكلام اللي عم تحكيه مو صحيح، وانا ما عندي علم بكل هالمواضيع هاي، ما بعرف شيء، كله كذب. لكن المغدورة منين جابته؟ وليش لتهديها هيك قطعة ثمنها هذيك الحسبة؟ شو بعرفني؟ أنا شو بعرفني؟ يمكن هي عم تألف قصص مشان تورطنا. مشان نتورط بالقصة وتعطينا هذا السنسار وتضحي فيه، وهو أساسا صار من المصادرات. وهذا الظرف اللي جابه المتعهد، وأنا متأكدة إنه بصماته ساكن على المصاري. أكيد أكيد. وهذا الإثبات فيه جميع التعهدات اللي جابن المتعهد. أنسيرانيا شو يعني قبل وبعد؟ يعني قبل التزوير وبعد التزوير، وهذا كرت الذاكرة فيه جميع الأدلة. بالفعل إنك ذكية ورائعة.
وهلا بعد كل هالأدلة والإثباتات وشهادة الشهود لسا مصرين تنكرون انتو الاثنين؟ أنا آسف وبعتذر كثير منك يا غضبان، لأنه أنت فعلاً أخ وأحسن من أخ. لك عن أنت؟ عراسي عم أبو خليل، وأنت كمان أخ كبير وجاري وصديقي، وبدي إياك تشد حالك هيك ونرجع مثل أيام زمان نلعب شدة ونأرجل. وبتذكر عمي أبو خليل وقت غضبان يسرق لك قص المزهور؟ كتر خيركم، والله فضلتوا علي. يعني شو بدي لكم؟ إن شاء الله بتوصلوا بالسلامة. يعني ليش؟ بدك تروحي معنا؟ لا، أنا بدي ضلني عند أبو خليل، ما فيني أتركه ولا لحظة بنوب. ما عليك كيفة؟ يلا مشي. خير خير، ينبعت لي حمى عليك، صار لك شي حبيبي؟ ما صار له شي، سليمة سليمة. اسمعوا لا، أنا لسانك بقصل لك يا يعني اصحك تفكر. إذا أنا قاعدة لحالي معناها أنا فاتحة بيتي سبيل للرايح واللي جاي. بدك تروقي مدام، بدك تروقي. عم بمزح معك، بعدين هنداوي هو اللي كلفني اني اختبرك اذا عم بتخوني او لا. حبيبي هنداوي عنده ثقة كبيرة كتير كتير فيني. بعرف مدام، بعرف له ثقة كبيرة فيكي، بس لازم تعرفي انه انا الي على جوزك هنداوي حسبة. يعني بالقلم نشرح اللي معه مصاري. بعرف، وبكرة الصبح مصرياتك بيوصلوك. اوكي غضبان، انت غضبان لانه في من وراء رزقة كبيرة، وانت رح تكوني شريكة معي. بدك تحطي بإذنك حلقة إنه كايد ما بيكذب، ما بيكذب نوب. معناها روح هلأ وبكرة الصبح منحكي. يعني إشي بكرة الصبح؟ ولو طبعاً بدك تجي بكرة الصبح مشان نحكي، ومنا بتكون إختي هون ومنقعد ونفكر كيف بدنا نجيبه لغضبان. خلص خلص، انا بخلي واحد من الشباب عنده او اثنين بخليهم هون، وانت بتروحي معنا بترتاحي وبتجي على بكره معنا. ايه روحي مثل ما عم يقول لك غضبان، منه بتجيبي لي اغراض وبتغيري ثيابك. امرك حبيبي امرك. مشي قدامي يلا، ديروا بالكم عليه. مع السلامه. تفضلي عمتي غضبان. عمك عمي ابو خليل موجوشه؟ لا لا. فيك شيء يا عمي؟ احكي لك حكاية نسيك همك. اه احكي لك قصة حبة الفاصولية. هذا بزماناته كان عندنا في الدين بقر، وهذا في الدين بقر كان يمشي كتير. قام مرة هو ماشي درب طريقه، طلعت له حبة فاصولية هالقد قدها. لا مو هالقد، اسمع لك قبل الحكاية. ايه اتركوا اتركوا نايم، لا تفيقوا خطي. لك جلال. نعم. تعال نروح نتفرج على المرضات اللي برا مثل سكازيك ما يفرفروا. يلا يلا يلا. تعال بالعادة لسانك ابي يفوت لحلقك، شو القصة حكي؟ مو جاي عبالي احكي. معناتها عشقاني؟ يعني بصراحة هي أول مرة بحس حالي هيك، أبعرف فوت معك بالموضوع مباشر.
لا تقلي لي الدكتور جمال صح؟ هو بذاته. وقلي لي حكاكي بالموضوع دغري ولا بس لمح لك تلميح؟ خطبني وقال بده يحدد موعد الزواج. ما تمزحي. واخيرا يا ربي دخلك، بدي ارتاح منه بالبيت. لك اعطيني رقمه تاحكي معه وتشكره، لانه هذا الزلمه شال هم عن كتافي. ممزح ممزح. ان شاء الله الف مبروك حبيبه قلبي انت. لك جلي شو؟ جلي شو؟ ايوه ايه شو بدي قلك؟ قلك هلا يا عمي يا هلبك ليك شي بيسقق العقل، اشو بيجيب كله هون ابو الضوجو؟ لك نجي لهون مشان نرتاح نفسيا، وهون ابي يمرق حدا ولا زلمي. ابي يمرق حدا بنوب يعني؟ العافية يا شباب. الا بالصدفة يعني. الا بالصدفة قلت لي هيك بتضل قاعدين يا والله من لي. مروان تروح سيرة؟ لوي؟ عالنبعة مشان نتسبح بالنهر. لا يا عمي ابي استرجي والنهر غبيق انا ابي استرجي. مشان تصطاد لنا سمك، ما انت الصياد الماهر، انت الشيخ كار الصيادي. قلبك ليك هلق انا شيخ كار الصيادي؟ لكن ما ترمي السناره هيك. وبغني يا سمك عظمك جارحنا يا سمك. يا سمك. ويا سمك عظمك جارحنا يا سمك. يا سمك صدوني الصياد الحمام يبشابك يا سمك. لا 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 ما بتمزحي؟ ولك عن جد؟ لا مو بصدق. ولك صدق؟ يا الله أول مرة. ولك أنا مغضبان أنا. بس هالمرة رح تزبط. لك ضابطة ضابطة. كل مرة بتقولي لي ما بتزبط. ولك روحي دقي لأهلك، بتعرفي شو بدك تدقي؟ إي طبعاً بعرف. 011 بعرفها. أهلك وين ساكنين؟ أهلي ساكنين وسط الشام. هلا شو بدنا وين ساكنين؟ أنتِ متأكدة؟ ولك متأكدة؟ خلينا على مسؤوليتي أنا. أكيد أكيد. رصيني. يلا. شبه؟ نعنى ابو خدي شبك انت واقف مثل المصطيجه تعال تقلا خير ليش اصواتكم طالعه يا ام غضبان واصله لبرا ولك عامل لي حالك مريض ايه مريض والله طريق قوي انا قوي ولك المرض هالكني هلك ولك هلكك ولك مرتك حبلي ام خليل حبلي ايه ام خليل حامل لك رونو رونو دخل عينك حب تعرف اني دار معه اهلي ما هي أهلي وناسي وعالمي وقلبي ما تتخاذلوا قدامي كمان مبروك يا أم خليل الله يبارك قعدي 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 يا قلبي قعدي يا قلبي لا تعبي حالك لا تعبي حالك يا حبيبة قلبي ليه بتعب أنا إلك فاكرين حالكم قاعدين بالجنينة يعني ما تتخاذلوا ماني مصدقة عم في عيونك ولا غضبان؟ عشو مسكروا موبايلك؟ والتانية فايزة قبل ترد. كالي كالي الحمد لله بتسمع. كيفك هيثم؟ هلا هلا تفضل. شو شايفك لحالك؟ شو وينه معلمك الخواجة؟ ليك هيثم أنا ما عندي معلم، أنا بشتغل من راسي من هون. ولو كأنه كبران الحكاية معك ها؟ كأنه في بتمك حكي. أبي تقلي شو هالحكي وبتخلصني؟ ليك أخي هيثم، يشهد الله أنا حبيتك، وأنا حابب أفتح لك قلبي. أنا جاي خبرك وبصراحة جماعة الخواجة هن يلي أخذوا التمثال. العمى. العمى على هالحكي كأنه صحيح. وعمل حاله أبي يعرف وينه وراح جابه مدري من وين ولك أنا الخواجة أنا الخواجة يضحك علي شوف أخي هيثم قال المثل بيقول لك أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب وأنا وأنت الله وكيلك منضل أولاد بلد فأنا شفت أنه من واجبي إجي خبرك ونبهك مشان تأخذ حذرك بالله بالله يا هيك أولاد البلد يا أما بلا فعلا مثل ما يقول المثل هذا اللي قلته يعني أنا تعرف أنا من زمان متمني كنت تجي لعندي هيك لوحدة ونقعد ونتساير شوي في أكثر من قصة والله القلوب عند بعضها أخي هيثم إيه بالله إيه بالله القلوب عند بعضها بشو عم بتفكر أخي هيثم؟
ما شاء الله على سرعة البديهة اللي عندها. كنت شو عرفك إني مفكر؟ بالله أنا مفكر إنه أنا وياك يعني لازم يكون في بيناتنا شغل، والشغل كتير منيح، بس بتعرف بدنا شباب كيسين يكونوا معنا. أخي هيثم ما تاكل هم، وحياتك الشباب موجودين وكلهم تحت تصرفي. بدي منك شغلة، بدك تعرف لي المكان اللي مخبي فيه التمثال الخواجة. القصة أكبر من كل شيء سرقه وبده يسرقه بحياته، يعني خبطة العمر. طيب كيف هنداوي بده يساعدك هو بالسجن؟ أنت محله. أنا ما بسرق. أنا ما بدي إياك تسري أصلاً، الموضوع سرقة حلال. سرقة حلال؟ وكيف صارت؟ لك إيه، سرقة حلال، تمثال تعب يعني آثار، موجود عند حدا ولازم نجيبه، يعني لا من ماله ولا من مال اللي خلفه. طيب وأنا شو دوري بالموضوع؟ دورك اللي حكينا عنه مبارح. غضبان؟ غضبان غضبان، بكرة بده يكون عندي وأنا مسامحك بالمصاري. تفضلي. لك صحة وهنا يا ست الحسن والجمال والرقة والدلال. أنا عم قول إنه لا أنت ولا خيتي أم خليل بقى تنزلوا على الدكانة، لأنه هي حامل وأنت مريض، وأنا بقترح اقتراح عليك. أنت ما بتقترح غضبان، أنت بتأمر أمر. مروان قاعد لا شغلة ولا عملة، إذا بدكم بيشتغل عندكم ميومة أو بتعطوا إياها للدكانة استثمار. أنت شو بتشوف خيي غضبان؟ أنا بشوف ينزل معكم شريك، وبعد إذنك يعني يكون تحت إشرافي، وبيو أبو مروان كل عمره متمني إنه ينضب بشي شغلة. أنا موافق. على بركة الله. يا الله. وكل يوم بتروح تعمل لك طلة، منه بتطمن على الشغل كيف ماشي، ومنه مثل ما قال لك الدكتور كل يوم لازم تمشي. ماني عرفان كيف بدي اشكرك يا غضبان، الله يخليك. ولا يهمك ولا يهمك. خلص. شو حالك؟ شو سويت؟ شو حالك؟ باخذك على الدكتور؟ لا 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 اتركني. باخذك على المشفى؟ لا لا اتركني اتركني لحالي. برو يعني؟ روح روح مع السلامة. خاطرة. الله يسامحك يا غضبان ويرحم بيك تحت التراب. ايه رشيني رشيني، ليه طولتي لهلا؟ ولدك الله يعطيكي العافية. أول شيء ليش أجل عنا؟ حبيبتي شربوا قهوة وفطروا وحملوا حالن وراحوا. ولشو مبكرين كل هالقد؟ خيي عمار جايبين من الصبح، قال مشان يخلصوا شغل. أبعرف على شو مستعجل الله وكيلك، تقولي في شي يحرز؟ ايه حبيبتي بتعرفي إنه في شي بيحرز. روحي بلا هلق هالشغل، روحي اعملي لي فنجان قهوة. حبيبتي المطبخ بتعرفي وينه، والسخانة بتعرفي وينه بحطها، فوتي حطي القهوة على النار وأنا جعيتك. اوعك تفكري إنه حتى ببيتك ممكن استخدم السخانة، ها؟ بس يعني باعتبار البيت بيتي، فاتي أنا أعمل القهوة. وليكي اشتغلي منيح ورشي هونيك كتير منيح. رأيو. رشي منيح. عبيتيني عبيتيني. هيثم صارت الدنيا ليل وانت لساتك صافي، بتحكي كلمتين وبتصفو، فهمني شو في؟ والله ما فكر. ايه اسرق التمثال بعد ما انطالعوا. يا عيني عليك، لك هذا الصح وانا معك، لك الله وكيلك هيك بتكون رديت له اياها. وبعدين في عندي واحد اختصاصه هالشغلات هي، لك معه دكتوراه بالسرقه. من اللي سرقوا لي القطعه ما هين؟ قلت لا يا رجل لا، هذا واحد مهم. وفيك تعرفني عليه؟ قلت لعيونك، وإذا بدك من بكرة الصبح. اتفقنا، واحد من عند كين واحد من عنا، تعادل.
هلا خي جمال. هلا هلا خي عمار الغالي. نورتنا والله يا حكيم حبيب القلب. بس شو قصتك يعني؟ ها مي عطلي شعرك بالبريانطين ومرستق لي امورك ولابس لي قميص جديد، شو القصه؟ والله يا خي عمار انا اليوم مو جاي بصفتي دكتور. ايوه لكن شو بصفتك مهندس؟ لا والله يا خي جاي اليوم وإلي الشرف اطلب ايد اختك الانسي فايزه من حضرتك. ايوه شو خيتي كبرت الصبيه وصارت تنخطي؟ اهلا وسهلا. اهلا فيك يا خي. شو قلتي خيتي؟ الزلمي ما يطلب ايدي؟ موافقه موافقه. عفوا منك انسي رانيا، انا حابب اسمع موافقتها للانسي فايزه. لك انسي فايزه شو حالي؟ مستحي عقلت العادي بقيه لهالبحصه. الحكيم حابب يسمع من تمك، قول يا بقى. هلا اذا موافقه حتى اعمل عقد الزواج وامشي لك بالاوراق حتى تقدري تسافري معي. انتقي هالجوهره بقى وخلصينا. موافقه. ايوه ان شاء الله. الف مبروك. مبروك صار. الله يبارك فيك. مبروك هيتي. مبروك حكيم. الله يبارك فيك. مبروك يا حبيبه قلبي. الله يبارك فيك. تفضلوا تفضلوا. يلا تفضلوا. عمار عن اذنكم شوي، انا عاوزتك ضروري شوي. ولا ناكل فواكه حبيبي؟ عاوزتك على جنب شوي. تعال. يلا عن اذنكم. مبروك يا عروس. الله يبارك فيك. كيفك اليوم؟ انت كيفك؟ أنا منيحة. دخلك قديش الساعة معك؟ يعني قديش بدك دكاو؟ والله جماعة صار حيطين فيها شي 500,000 من غير حق الدكاني. والله هي البكليك والصدق ومن شاركم كمان بحق الدكان. إذا لك اخلاص لك اخلاص وتبنيعة بتنطلني متل خازوك بالبحلة. يخرب بيتك لك انت سبب فقري. الله لا يوفقك يا رب. خلص يا ابو خلص مثل ما بدك. يا البكليك ايش بتصرخ علي قدام العالم؟ خلص كل ما انزنقنا بنبيع شقفة أرض. خلاص قل لي أبو خليل كلن على بعض قديش؟ يعني 500,000 يا عمي أبو مروان. هيك مروان بصير من أصحاب الأملاك ورجال الأعمال. مزبوط بسم الله عليك. شوف هي وبشغلك عنده عمك أبو مروان. ما هيك عمي مروان؟ قولوا الله. يلا 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 قدو 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 قدو. معقول نكون بضيافة أبو خليل وما نضيف جلال؟ قشر دراق حاضر. قشر موز وانت قشر دفاع. حاضر بي. أبو خليل معقول ما في مدة؟ حقك على راسي يا أبو مروان. يلا قوم 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 سوي مدة. حاضر حاضر. دقيقتين ما بدي اشوف شيء. يلا 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 لك مو مش دايق. لك انت قلت ما بدك تشوف شيء. قولوا محلوة بحقنا. هيك ريح خذ من هيك. ابن الحرام هدول قرشين هدول؟ وأكيد أكيد بعد في غيرهم. يا ربي شو بدي أعمل؟ والله مخي رح ينفجر. الله لا يوفقك. الله لا يوفقك. خليت الناس تلعب فيه وخليت اليسوى والما يسوى يتفرج علي. الله لا يوفقك يا هنداوي. بس أنا فرشيك شو علي؟ أنا فرشيك ما بكون نسرين إذا ما بخرب بيتك.